فاز بها السيد محمد التفروتي عن مجموعة مقالات حول البيئة. السيد التفروتي كتب مجموعة من المقالات حول البيئة ورهانات التنمية المستدامة، نشرت بالموقع البيئي آفاق بيئية وبمنابر إعلامية أخرى، وأتشرف بدعوة السيد أنس الدكالي وزير الصحة للصعود إلى المنصة من أجل تسليم الجائزة. إذن السيد التفروتي يفوز بهذه الجائزة، جائزة البيئة، عن أعماله المختلفة حول مواضيع بيئية مختلفة. ونستمع لكلمة من المتوج بهذه الجائزة. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاركتي كانت تحت عنوان الإعلام البيئي بين كوب 7 وكوب 7 وكوب 22، مسار متنوع وعطاء متجدد لواكب الصرح التنموي وتطور الوعي المجتمعي بالمغرب. التتويج أعتبره تحفيزا للاستمرار، كما أنه ثمرة مسار طويل تجاوز العقدين، عطاء ومواكبة وتوعية وتبسيط المعلومة العلمية البيئية. شكرا لمصالح كتابة الدولة في التنمية المستدامة على كل فرد على التواصل المستمر والتدارب المختلفة والانفتاح وتقاسم خدمة كوكبنا الأزرق وموارده الطبيعية، وشكرا للجميع. هنيئا لكم. مبادرات الجماعات الترابية تفوز بها أيضا جماعة أكادير عن مشاريعها لمواجهة تحديات التنمية المستدامة والتغير المناخي. أتشرف بدعوة قيدوم السفراء الأفارقة للصعود إلى المنصة لتسليم هذه الجائزة لممثل جماعة أكادير. جماعة أكادير تقوم بإنجاز مجموعة من المبادرات من أجل المحافظة على البيئة واستعمال الطاقات المتجددة والبديلة، حيث وضعتها كأولويات في مجموع برامجها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم، كل بمقامه وصفته، وعلى رأسهم السيد رئيس الحكومة، أحييكم. هذا شرف كبير لمدينة أكادير أن تفوز اليوم بهذه الجائزة. أشكر شكرا عميق صاحب الجلالة الذي تعتبر رعايته لهذه الجائزة ذات دلالة كبيرة في مجال البيئة. أشكر الحكومة في شخص كتابة الدولة للتنمية المستدامة وكل مكوناتها. أشكر كل الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية والمدنية التي تدعم أكادير وستدعمها. أشكر المديرة الجهوية للبيئة التي تساعدنا باستمرار على هذا المهم. أكادير منذ زمان وهي تقود عمليات مهمة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، ويسمحوا لي ولا أكون مبالغا إذا قلت أن التنمية المستدامة وقضايا التنمية أصبحت اليوم عندنا أكثر من أولوية، بل عقيدة. أكادير تقود عمليات مشهودة، وآخر فرصة كانت في الكوب 23، حيث اعتبر الحاضرون من العالم تجربة أكادير في هذه العمليات. مطرح قديم مؤهل غرست فيه 8000 شجرة تعطي اليوم زيت الأرغان وزيت الزيتون، وذاقها السادة أعضاء الحكومة بعضهم وصادقوا على مذاقها. هذا شيء مهم جدا. كذلك في التنقيط، في السقي بالتنقيط، في إعادة استعمال المياه العادمة، في الألواح الشمسية على قاع
قصر البلدية إلى غير ذلك من العمليات. أشكر هيئة التحكيم في شخصية رئيسها وكل المكونات على الثقة التي وضعتها في أكادير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنيئا لكم هذه الجائزة وعلى مجهوداتكم تجاه البيئة.